رابعا بدعة ذبح الصوفية. سأقرأ إن شاء الله على السريع، الوقت ضيق عندنا. يقول أليف مركز الفتوى العقيدة الإسلامية ديان وفرق مذاهب فرق الصوفية طريقة عنوان الطريقة الخلوتية السبت في 25 جمادي أول 1423 في 3/8 في 2002 رقم الفتوى 20393. السؤال استكمال لموضع الفرق الصوفية، هل لديكم معلومات موثقة عن طريقة بمصر تسمى بالطريقة الخلوتية، وهل للمؤسسة الدينية الرسمية الأزهر موقف منها؟ شكرا. الإجابة أما بعد، يقول فبسؤال من عاش مع هذه الطريقة وشارك في حضرتها واستمع إلى أورادها تبين أنها تشارك عموم المتصوفة، تشارك عموم المتصوفة في ابتداع الأوراد، ووضع كيفيات لها وتعيين أوقات لممارستها على نحو غير معهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ غير معهود. وهل ذبح الجعد في عيد الأضحى في يوم الأضحى تحت المنبر، هل التضحية ببشر في الأضحى معهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبحكم الله. يقول وتعيين أوقات لممارسته على نحو غير معهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، ووضع كيفيات لها وتعيين أوقات لممارستها على نحو غير معهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، مع اشتمال مجالسهم على الاستعانة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا أيها المسلمون، هذا هو التكفير للجميع، لا يوجد من يخرج من حكم التكفير التيمي الداعشي التوحيدي الخرافي الأسطوري. كلكم في خانة المقتولين، في خانة المباحة، المباحة الأموال والأعراض والدماء. يقول مع اشتمال مجالسهم على الاستعانة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعض مشايخهم حيث يطلبون منهم المدد علانية جهارا كقولهم مدد يا أبيض الوجه سيدي مسافيسي مدد مدد، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. خرجكم من الخرجل الصوفية، خرج الأشعرية، خرج المعتزلة من الإسلام. يقول وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأيضا بعد يقول وانظر الفتاوى التالية، يعطي فتوى رقم الفتوى 3779 وفتوى 3835. باء مركز الفتوى فقه العبادات الصلاة صلاة الجماعة أحكام الإمامة حكم الصلاة خلف إمام مبتدع الأربعاء في 25 محرم 1422 18/4/2001 رقم الفتوى 4159. السؤال هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع مثل الصوفية؟ الإجابة أما بعد، فعليك بالبحث عن إمام غير مبتدع، فإذا لم تجد سوى المبتدع فعليك بنصحه وبيان الحق له عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته مكفرة أو مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. إذا دخل كل المسلمين بهذا ما عدا أهل التوحيد التيمي الأسطوري الخرافي. وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، فلا تصلي خلفه ولا يصح جعله إماما. جيم مركز الفتوى العقيدة الإسلامية ديانة وفرق ومذاهب فرق الصوفية الشاذلية مؤسسها وأماكن انتشارها 3/12/1423 20/8/2002 رقم الفتوى 21/425. السؤال رجاء تزيدي معلومات عن طريقة الشاذلية القادرية من مؤسسها وأماكن انتشارها، وهل يوجد لهم موقع على الانترنت أم لا، وجزاكم الله خيرا. الإجابة أما بعد، فإن الطريقة الشاذلية واحدة من الطرق الصوفية إلى أن يقول هذه الطريقة، أنا أقتبس من الإجابة، وهذه الطريقة منتشرة في مصر ولها وجود باليمن وفلسطين وبعض الدول العربية، وطائفة الشاذلية كغيرها من الطوائف المنحرفة لها موقع الشبكة. الآن يقول لمعرفة شيء من انحرافات الطرق الصوفية راجع الفتوى أو الفتاوى ذات الأرقام التالية 8500 17649
322 دان مركز الفتوى العقيدة الإسلامية ديان وفرق ومذاهب فرق الصوفية الشاذلية مؤسسها واعتقاداتها. السبت في 5 ربيع الثاني 1423 15/6/2002 رقم الفتوى 17649. السؤال: يوجد مركز في فلسطين يسمى أتباعه بالشاذلية وهم من الصوفية، يقولون إنهم من أهل السنة ويهتمون بالأحمدية والبهائية. الإجابة: أما بعد، فالشاذلية والأحمدية والبهائية ثلاث طوائف يجمع بينها الانحراف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه أنا أقول وآله وسلم. فأما الشاذلية والأحمدية فهما طريقتان من الطرق الصوفية وانحرافاتهم كثيرة مشهورة، من الغلو في النبي الرسول الكريم المقبور لعنكم الله أيها الدواعش الفكرية والدواعش الجسدية والدواعش الإجرامية الإرهابية. فأما الشاذلية والأحمدية فهما طريقتان من الطرق الصوفية وانحرافاتهم كثيرة ومشهورة، من الغلو في المقبورين ودعائهم والاستعانة من الغلو في المقبورين ودعائهم والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم والنذر لهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي هي في حقيقتها شرك أكبر بالله رب العالمين. والشاذلية هم أتباع أبي الحسن الشاذلي، والأحمدية هم المنسوبون إلى أحمد الرفاعي، وقد سبق أن ذكرناهم وذكرنا شيئا من مخاطرهم في الفتوى رقم 13402. والبهائيون هم أتباع البهاء حسين علي الذي اعتقدوا أنه ربهم. ها مركز الفتوى العقيدة الإسلامية أديان وفرق ومذاهب فرق الصوفية الطرق الصوفية المعاصرة. الاثنين في 13 ربيع الأول 1422 4/6/2001 رقم الفتوى 8500. السؤال: ما هو خطر الصوفية وهل يجوز اتباعهم؟ الإجابة: أما بعد، فلا شك في أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات كالغلو في المشايخ والصالحين وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا وطوافا، وهذا من الشرك الذي لا يغفر ومن تأمل ما يقوله بعض الصوفية المنتسبين إلى فرق مشهورة في مناسباتهم واحتفالاتهم عرف مدى الخطورة والانحراف الذي وصلوا إليه. ويقول: ولا شك أن سؤال غير الله وطلب تفريج الكروب منه وستر العيوب وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك مما يفعله كثير من الصوفية شرك أكبر مناقض لأصل التوحيد وعظمته ومصادم للفطرة السوية السليمة وجنوح بها إلى الوثنية والتعليق بغير الله تذكر بأن هذا شرك أكبر وهذه وثنية. وقبلها أيضا قال زندقة على الأشعرية على المعتزلة على الجهمية على الصوفية، إضافة إلى ما يتبناه كثير من الصوفية من العقائد الباطلة كالحلول والاتحاد، لأن يقول مع وقوعهم في البدع والمحدثات المخالفة لمنهاج النبوة وإصرارهم عليها وتعلقهم بالأحاديث الواهية والمقلوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالجملة، فلا يجوز للمسلم اتباع اي طائفة او فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر منها والبعد عنها والتحذير منها. ولمعرفة المزيد عن الصوفية ومخاطرها ارجع ان شئت الى كتاب تلبيس ابليس للامام ابن الجوزي وكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء الازهر وكتاب الصوفية في الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. واو مركز الفتوى العقيدة الإسلامية ديان وفرق ومذاهب فرق الصوفية البريلوية تعريفها ومعتقداتها. الاثنين في 28 رجب 1422 15/10/2001 رقم الفتوى 10931. السؤال: هل تجوز الصلاة خلف جماعة تسمى البريلوية أو البريلوية وهل هم من الصوفية وما هو الدليل؟ الإجابة: أما بعد، فإن البريلوية فرقة صوفية نشأت في مدينة بريلي في ولاية أبراديش بالهند أيام الاستعمار البريطاني، وقد اشتهرت بالغلو الشديد
في الأنبياء والأولياء. ومؤسس هذه الفرقة هو أحمد رضا خان، ويقول وسمى نفسه عبد المصطفى، عبد المصطفى، ووضع هذه التسمية على خطر عظيم، لأن العبودية، لاحظ قال عبد المصطفى، فيقول هذا ووضع هذه التسمية على خطر عظيم، لأن العبودية لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده. يقول أهم المعتقدات الباطلة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله سبحانه وتعالى، أن الأولياء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم لديهم القدرة على التصرف في الكون، غالوا في نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلوا إلى مرتبة الألوهية. يقول يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر ناظر لأفعال الخلق الآن وفي كل زمان ومكان، وينكرون بشريته ويجعلونه نورا من نور الله. ويقول خامسا يحثون أتباعهم على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء. سادسا يقولون بالإسقاط، وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من الصلاة والصيام وغيرها. يقول وهذه العقائد الباطلة من اعتقدها كفر وخرج من ملة الإسلام ونابذ منهج التوحيد، وبالتالي فلا تجوز الصلاة خلفه. زاي مركز الفتوى، الأذكار والأدعية، بدع الأذكار والأدعية، ماهية الطرقية، مخالفاتها وأباطيلها. الاثنين في واحد من ذي القعدة 1422 14/1/2002 رقم الفتوى 13742، السؤال ما حقيقة الطرقية؟ وأصحح أن هناك طريقا واحدا يصل إلى معرفة الله، وما الوسيلة إلى معرفته؟ هل صحيح أنه لا بد من شيخ حتى يقود الناس إلى الطريق المستقيم، ومن اتبع هذا الشيخ ثم خالفه فهو إنسان ضال؟ وما حقيقة مشروعية الأذكار التي يتبعها هؤلاء، أو الوردية التي يتبعها هؤلاء الشيوخ المسمون بالتابعين، وهل هي من أوراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإجابة أما بعد، فالطرقية لقب يطلق على أناس من الصوفية جعلوا أنفسهم طرقا كالطريقة الجيلانية والرفاعية والشاذلية وغيرها، وهي في مجملها طرق بدعية غير مضبوطة بالشرع، بل اخترعها أصحابها من عند أنفسهم. يقول وفي هذه الطرق من المخالفات الشرعية والشطحات الشيطانية، ما تنكره العقول الصحيحة، والفطر السليمة. ولذلك اشترط كثير من أصحاب الطرق لمعرفة تلك الطرق وفهمها كما يريدون تلقيها عن مشايخ الطرق، وأوجبوا على المتلقي إلغاء عقله وفهمه عند تلقيه من شيخه ليلقي عليه الشبه والأباطيل شيئا فشيئا، ووضعوا تلك القاعدة الظالمة: كن بين يدي المريد كالميت بين يدي مغسله، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يجب على أهل الحق أهل السنة والجماعة كشف عوارها وبيان بطلانها، وأنها طرق ملتوية وسبل متفرقة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الآلوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني: وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله، وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب. ولو ذهبنا نستقصي ما سطروه من كذب وخزي لطال الكلام، ولكن ذكر البعض يدل على الكل، وفي هذا كفاية لمن كان له قلب سليم وفطرة سوية وتجرد لقبول الحق. والخلاصة أن هذه طرق والأوراد التي ترددها الصوفية طرق باطلة وأذكار مخترعة، وقد تكون مشروعة في ذاتها لكنها مزجت بغيرها وأديت بكيفيات وهيئات تخرجها عن أصل مشروعيتها.
حاء مركز الفتوى العقيدة الإسلامية أديان وفرق مذاهب فرق مذاهب أخرى الأحمدية نسبتها والمآخذ عليها الأربعاء في 24 من ذي القعدة 1422 6/2 2002 رقم الفتوى 13402 من هم الأحمدية وما هو خطرهم؟ الإجابة أما بعد أن الأحمدية طائفة من طوائف الصوفية تنسب إلى أحمد الرفاعي وهذه الطائفة قال عن الشيخ الآلوسي في غاية الأمان في الرد على النبهاني أعظم الناس بلا في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية فلا نجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك الحياة ويقول ورغم هذا كله فقد عرف عن شيخ هذه الطريقة وهو أحمد الرفاعي الحظ الشديد على السنة واجتناب البدعة ومن أقواله في ذلك يذكر ينقل قولا عن هذا سابقا قال كل الطرق ابتدعها أصحابها الآن هذا أسلوب التيمية في مقام يحتاج أن يكفر الشيوخ الأئمة التي ينتسب إليها أصحاب الفكرة أصحاب الطريقة أصحاب الصوفية أصحاب الإمامية أصحاب المعتزلة أصحاب الأشعرية ومرة أخرى أيضا يحتج عليهم يقول شيخكم لا يقول بهذا شيخكم كفركم شيخكم انتقدكم هذا أسلوب يستخدمه دائما يقول من أقوالي في ذلك ما تهاون قوم بالسنة وأهملوا قمع البدعة إلا سلط الله عليهم العدو ومن تسر قوم للسنة وقمعوا البدعة وأهلها إلا رزقهم الله هيبة من عنده ونصرهم وأصلح شأنهم لاحظ وما علاقة هذا الكلام بما قاله على الصوفية وعلى الطريقة وعلى طريقية هو عنده الطريقة الصوفية هي سنة وعنده الإرهاب الداعشية التكفير هو بدعة فهذا الكلام ينطبق عليكم بالأولى ليس على أصحابه وأتباعه وطبعا كل من أصحابه وأتباعه إذا سار في طريق التكفير والإرهاب والداعشية يشمله كلام شيخه بأنه من أهل البدعة فعليه أن يخرج ويخرج نفسه من البدعة يقول ولكن أتباع هذه الطريقة مشهورون بالكذب على شيخهم وإذا قيل في المثل لا تقولوا أكذب من اليهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم وقد ذكر شيخ الإسلام شيئا من بدعهم ومجادلات جرت بينه وبينهم في الجزء 11 من فتاوى فليرجع إليه طبعا هذا لا تقولوا أكذب من اليهود يقولون هذا على الشيعة أيضا يذكرون هذا الكلام يقولون على غير الشيعة نفس هذا الكلام وأيضا يقولون الشيعة أئمتكم يقولون كذا مشايخكم يقولون كذا علماءكم يقولون كذا إذن لنقبل معكم لنسلم الأشاعرة خالفوا رأي أئمة الأشعرية والمعتزلة خالفوا رأي أئمة المعتزلة والشيعة الإمامية وغير الإمامية خالفوا أئمة الشيعة والصوفية خالفوا أئمة الصوفية أين أنتم من هؤلاء؟ إذن مشايخ الأمة الإسلامية مشايخ أهل القبلة من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والشيعة بكل عناوينهم من المسلمين من التابعين من الصحابة من تابعي التابعين من الفقهاء من علماء الأمة إذن أين أنتم عنهم؟ عن طرقهم عن أحكامهم عن فتاواهم إنه نفاق في نفاق تقولون أنتم لستم على خط أهل البيت إذن أين أنتم من أهل البيت؟ نحن الشيعة كذبوا على أهل البيت أكذب الكاذبين والصوفية أكذب الكاذبين والأشاعرة والمعتزل أكذب الكاذبين إذن أين أنتم أيها الصادقون؟ يا أصدق الصادقين يا أهل الإرهاب والتكفير أين أنتم؟ أين صدقكم؟ أين أهل البيت؟ أين أقوال أهل البيت؟ أين أحكام أهل البيت؟ أين إرشادات أهل البيت؟ أين تنبيهات أهل البيت؟ أين روايات أهل البيت؟ أين أحكام الصوفية؟ أمة الصوفية؟ إرشادات الصوفية؟ تعليمات الصوفية؟ الطرق الصوفية؟ تنبيهات الصوفية؟ كتب الصوفية؟ أين أنتم منها؟ وأين أنتم من أمة الأشاعرة والمعتزلة؟ أين أنتم منهم؟ يضحكون على أنفسهم.